كما ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي سعد راشد. بعد التحية سيد سعد، طبعا كشف المبعوث الأمريكي الخاص بالعقوبات على إيران براين هوك مجموعة من الأسلحة المصنعة إيرانيا، والتي طبعا تم العثور عليها من قبل وزارة الداخلية في حوزة جماعات إرهابية تسعى لزعزعة استقرار البلاد. قراءتكم على الجهود الاستباقية التي تبذلها وزارة الداخلية طبعا للكشف عن المحاولات الإرهابية قبل حدوثها؟ هذا تأكيدا على ما قامت فيه وزارة الداخلية في مملكة البحرين والمعلومات التي أوردتها بشأن تورط إيران في جميع العمليات الإرهابية، تأكيد كذلك على أن ما تم ضبطه من أسلحة وذخائر تم تزويدها للجماعات الإرهابية هي نفسها ما تم ذكره في البيان الصحفي للممثل الأمريكي الخاص بشؤون إيران براين هوك. لعل الأسلحة أهمها كان أسلحة الـRPG والقنابل اليدوية، وبالتالي عندما نقول أن مملكة البحرين هي فعلا مملكة البحرين تحارب أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. لعل الإدارة الأمريكية أكدت أكثر من مرة في بيانها بأن إيران تدعم جماعات إرهابية متطرفة تقوم بعمليات إرهابية تهدف لزعزعة أمن الخليج العربي بالتحديد، وخصوصا في مملكة البحرين. مملكة البحرين كانت سباقة في رصد جميع التحركات لهؤلاء الجماعات الإرهابية. تم الكشف عن طريقة آلية ما يتم ضبطه من أسلحة وذخائر، كذلك عملية التدريب وعملية التنفيذ، وصولا إلى عملية التخطيط والهروب من تلك العمليات الإرهابية قبل حدوثها. وبالتالي البحرين كانت سباقة دوما في رصد هذه التحركات. لعلي أؤكد هنا أن مملكة البحرين ومن خلال ممثليها في الدول في الولايات المتحدة الأمريكية وتعاطيها مع الملف الإيراني كان جدا حرفيا، كان جدا متميز عندما تم إيصال جميع المعلومات إلى القنوات الرسمية سواء كانت في أمريكا أو سواء كانت في المؤسسة أو سواء كانت في المؤسسات الدولية. نعم، المحلل السياسي سعد راشد، شكرا جزيلا لك.